احنا ان شاء الله نبدا واحده بالظبط يعني علشان وقتكم بس والله مش اكتر يعني. وعليكم السلام يا مؤيس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ شباب كله معايا دلوقتي؟ دكتور كله معك. معاك دكتور. ماشي نعم تفضل ماشي، دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كده. احنا زي ما اتفقنا ان احنا بندرس طب شرعي، واتكلمنا المرة اللي فاتت كده في مقدمة بسيطة كده عن الموضوعات اللي احنا هندرسها ان شاء الله في الحاجات اللي تهمنا. من اوائل الموضوعات المهمة جدا يا شباب، لازم تعرف ايه الاهميه الطبيه الشرعيه للوندس، ميديكو ليجال امبورتنس اوف وندس. زي ما قلنا قبل المره اللي فاتت، ان لو انت مثلا واحد مثلا بيلعب كوره ووقع على دراعه، وفي دراعه حصل فيه ابريجن يعني جلطات كده خفيفه كده، سحاجات بالعربي باللغه العربيه كده، سحاجات خفيفه كده، ورحت لدكتور جراحه، طبعا هيقول لك ايه يا عم روح روح بلاش وجع دماغ مش عارف ايه، تمام. لكن احنا اطباء شرعيين او كناس مش عايزين نضيع حقوق حد، لازم نخلي بالنا ان السحاجات الخفيفه دي او الكونتيوجنز اللي هي الكدمات البسيطه اللي ملهاش اي معنى وملهاش اي لازمه، دي ممكن تكون دليل على جريمه معينه او على العنف، الدليل الوحيد على ان حدث عنف او كان في عنف محتمل حدث في هذه الايه في هذه القصه. فبالتالي حتى اهيف انواع الجروح اللي هي الابريجن مهمه جدا جدا ان انا ما طنشهاش. فلازم نبقى احنا عارفين موضوع الوندس ده من المواضيع المهمه قوي. وهتبصوا تلاقوا يا شباب محاضره النهارده والاسبوع الجاي احنا هنتكلم كل حاجه عن الوندس ان شاء الله، تمام؟ بانواعها، مش عارف ايه الميديكال ليجال امبورتنس بتاعتها، ايه الكاركترز بتاعتها، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل نتيجه الوندس دي، هنقول كل حاجه. لكن لما نركز فيهم اول محاضرتين دول النهارده والاسبوع الجاي ان شاء الله، هنلاقي نفسنا يعني هنحتاج الكلام اللي احنا هنقوله النهارده والاسبوع الجاي في مدار العام ان شاء الله يعني، تمام. فنبدا كده ان شاء الله باذن الله كده، ونقول اول حاجه، طبعا اول حاجه عشان نتعرف على اي حاجه لازم نعرف الديفينيشن، ايه هو تعريف الوند. الوند هو معروف ان هو كلمه بالعربي يعني جرح. طيب نيجي نعرفه احنا بقى هنا، هو نقول any break in the continuity of the body tissue، سواء التشو ده حضرتك كان سكن، كان blood vessels، كان internal organ، كان اي حاجه من الحاجات دي، كل الكلام ده كله اي discontinuity في التشو دون بنسميه ايه؟ بنسميه wound. ناتج عن ايه حضرتك الوند دون؟ external mechanical force، كلام في منتهى السهوله. يبقى any break in the continuity of the body tissue
due to external or mechanical force. لكن يعني هي كلها على بعضها كده غمض. لكن مثلا لما بتيجي muscles بنسميها tears، لما تيجي في البون بنسميها fracture، لما تيجي في الانترنال تيشوز بنسميها رابشر. يعني دي مجرد مسميات مختلفه لكلمه ايه؟ لكلمه وون. يبقى كده سهل جدا التعريف يا شباب. عفوا. ايه التقسيمه بتاعت الوونز؟ ايه التقسيمه بتاعت الوونز؟ والله التقسيمه بتاعت الوونز احنا كناس بتوع طب شرعي هنقسمها تقسيمه ليجل. ليجل يعني حاجه شرعيه، حاجه لها قانونيه، يعني اقصد كلمه شرعيه مش موضوع، مش مقصود بيه الشرع اللي هو الدين يعني، لا الشرع اللي هو القانون، القانون اللي نقصد بيه كلمه شرع او كلمه شرع لما تكرر كتير هنا نقصد بها الايه؟ نقصد بها القانون. فالليجل كلاسيفيكيشن اللي هي التقسيمه القانونيه بتتقسم ثلاث تقسيمات، ثلاث تقسيمات. اول حاجه جرح بسيط سيمبل وونز، جروح بسيطه. معناها ايه كلمه جروح بسيطه دي؟ معناها ايه كلمه جروح بسيطه يا شباب؟ اللي هي عباره عن الوندز ذات هي ان ليس ذان 20 دايز وذاوت كوزنج اني ديسابيليتي. نخلي بالنا من الكلام عشان مهم جدا. زمان كانوا بيقولوا اقل من 21 يوم، طلع ان ما فيش حاجه اسمها 21 يوم، لا هي اقل من 20 يوم. ده اول شرط عشان نقول عليه سيمبل ووند، لازم يا اخي الووند ده يهيل في اقل من 20 دايز. الشرط الثاني انه ما يسيبش ديسابيليتي، ما يسيبش ايه؟ ديسابيليتي، ما يسيبش عجز، يعني خفف في اقل من 20 يوم. وبعدين العيان مش عارف يحرك دراعه، طب ما انت كده ما بقاش سمبل، كده ما بقاش ايه؟ ما بقاش سمبل. ثاني نوع من انواع الووندز كليجال كلاسيفيكيشن اللي هو الدينجرس ووندز، دي عبارة عن الوندز اللي هي بتخفف أكتر من 20 يوم و أو and or which leave permanent infirmity. permanent infirmity يعني عاهة مستديمة أو بنسميها deformity. لازم نبقى فاهمين في فرق ما بين كلمتين مهمين قوي، كلمة permanent infirmity اللي هي عاهة مستديمة، لكن كلمة deformity يعني إيه؟ يعني عجز. هنقول دلوقتي إيه الفرق ما بين الاتنين. يبقى الدينجرس ووند يا اما الووند يخفف اكتر من 20 يوم، يا اما في اقل من 20 يوم لكن ساب ايه؟ ساب بيرمننت انفيرميتي او ايه؟ او ديفورميتي. الووند الثالث اللي هو الفيتال ووند، طبعا دي من اسمه كده، الراجل ده خد خبطه في رقبته بسكينه ومات، خلاص اسمه فيتال ووند. فيتال ووند ذيس ار ووندز ويتش كوز ديث، يا اما موت حالا دلوقتي اهو، يا اما ويذن ا شورت تايم، او في بعض الناس كمان بتقول ايه؟ ديو تو كومبليكيشنز. بمعنى انت حضرتك عملت لي جرح وبعدين الجرح دون جاله انفكشن وليكن تيتنس، يعني جاله تيتاني، فالتيتاني دون حصل ليه؟ نتيجه الجرح اللي حضرتك عملته لي. يبقى ممكن هنا المحامي يقول للقاضي هو لولا انجرح ما كانش ايه؟ ما كانش مات. ده يعني برضه يبقى ده نوع من انواع الايه؟ الكومبليكيشنز اللي هنقول عليها فيما هو قادم ان شاء الله. سهله التقسيمه دي صح؟ سيمبل وند دين اند فيتال ووندز. ماشي. البيرمننت انفيرتي زي ما اتفقنا من شويه لازم لها تعريف، وفي حاجه تانية اسمها ديسفيجرمنت. يعني انا ممكن كده حضرتك كده ممكن اقوم جايب لك سؤال ام سي كيو اقول لك ايه؟ all of the following about permanent infirmity is wrong except واحده مثلا. مش هيبقى بالمنظر ده يعني، بس يعني بنقول ممكن السؤال يبقى كده. تمام، نقول مثلا نعرفها كده عشان نبقى فاهمين. بس انا عايز افرق ما بين حاجتين يا شباب، دايما كنت احب اسال السؤال ده في الشفوي في مصر، طبعا انتوا ما عندكوش شفوي هنا. تمام، فكنت دايما الطالب اول ما يخش كده عشان اعرف هو ده مدخل لينا، احنا اول كلمتين بنقولهم، فالراجل ده هو فاهم القصه ولا ايه؟ ولا جاي كده وخلاص؟ فاوقات اقول له ايه الفرق بين التشوه والعاهه المستديمه؟ هي بيرمننت انفيرمنت يعني عاهه مستديمه، وكلمه تشوه يعني فيجرمنت. نقرا كده ونشوف. Permanent infirmity is a serious complication which may follow injury. ماشي، معناها ايه بقى؟ loss of functioning organ، يعني عضو شغال، دراع بيتحرك، يبقى انت كده ايه؟ قطعت دراعه. تمام كده، يبقى انت كده حضرتك ايه؟ دراعه اللي شغال دون وبيتحرك انت قطعته، يبقى انت كده عملت له permanent infirmity. طب بلاش، دراعه شغال بس حضرتك خبطت له نيرف فيه فوقفت الدراع عن الحركه، وقفت الدراع عن الحركه،
دي اسمها برضو ايه؟ بيرمننت انفيرميتي. يبقى بيرمننت انفيرميتي يا اما انا افقد العضو اللي شغال او افقد وظيفته. طب لو العضو مش شغال حضرتك بس هو موجود منظر كده وبعدين انت جيت قطعته، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ديسفيجرمنت. يعني ايه؟ واحد عنده اتنين عين طبيعي وبعدين فيهم عين بتشوف والعين التانية ما بتشوفش بس منظرها حلو ماشي، يعني منظره كويس، جيت حضرتك قمت خبطه في عينه ومفرغ له عينه، عينه باظت بقى منظره وحش، مع ان العين، مع ان العين خلي بالك، مع ان العين ما كانتش شغاله لكن انت شوهت وشه، فدي بنسميها ايه؟ ديسفيجرمنت. يبقى العضو اما افقده كاملا ويعمل دي اسمها بيرمننت انفيرميتي. طب لما افقد وظيفته وهو سابقا كان يعمل اسمها بيرمننت انفيرميتي. طب هو عضو لا يعمل او لا يؤدي وظيفته ولكنك حضرتك تخلصت منه، ده اسمه ايه؟ ديسفيجرمنت. ارجو انها تكون واضحه، نقطه مهمه قوي وعشان بتفرق جامد قوي. يبقى دي كانت اول حاجه خدناها اللي هي ليجال كلاسيفيكيشن اوف وند. لكن احنا بقى ناس طب بقى، احنا بنقول الليجال والكلام ده ليه؟ عشان واحنا بنكتب التقرير الطبي في المستشفى ماشي، مش هقعد اقول له بقى ايه حاجات كده، هنقسمها له كده نقول له هو جرح بسيط والمفروض انه يلتئم في خلال اقل من 20 يوم ما لم تحدث مضاعفات بس وخلاص وخلصنا. لكن انا بتاع طب بقى لازم ادرس انواع الجروح كميديكو ليجال من الناحيه الطبيه القانونيه. التقسيم يا شباب كالاتي، اول حاجه ابريجنز، واتفقنا كلمه ابريجنز يعني سحاجات، سحاجات تمام. تاني حاجه كونتيوجنز، كونتيوجنز يعني ايه؟ يعني كدمات، خبطتك بايدي كده في وشك او في كان فعملت لك كدمه، اللي السكن ما حدش جه ناحيته خالص لكن السبكوتينيوس تيشو هي اللي حصل فيها مشاكل وبالتالي اسمها ايه؟ اسمها كدمه. في حاجه اسمها كات او انسايز دونت، ده جرح قطعي. لو معاكم قلم وعايزين تكتبوا الكلام ده بالعربي اكتبوه مفيش مشكله طبعا تمام. طيب ده جرح ايه؟ جرح قطعي، انت قطعت السكن بحاجه، بحاجه شارب بموس، بسكينه، بحاجه زي كده. طب كونتيوز دون، لا ده انا قمت جايب حته صخره كبيره كده وقمت خبطك بيها في وشك تمام. فهي هي ما هياش حاده، هي اله مش حاده، اله راده بالعربي كده، ر الف ضاد ته مربوطه، اله راده تمام، تعمل ردود يعني او كدمات. ولكن انا خبطتك بيها جامد قوي، انا لو خبطتك بيها يعني بطريقه الفورس ما كانتش جامده هتعمل ايه؟ هتعمل كونتيوجن. ونفس الصخره دي او نفس الطوبه دي او نفس حته الحجره دي لو انا خبطتك بيها بس بطريقه جامده شويه، الفورس كانت عامله شويه، فهتقطع السكين وتعمل ووند، بس الووند ده مش منظم كده وشكله حلو وكلام من ده، ده اسمه ايه؟ كونتيوزد. ايه؟ كونتيوزد ووند. طالع بقى في حاجه اسمها استاب، تاب ووند، ده جرح طعني، طعني يعني ايه؟ يعني انا جيت بسكينه وقمت مش مشيتها على الجلد كده، ما مشيتهاش على الجلد كده، لا ده انا خبطتها في بطنك مثلا، ستابنج، ستابنج ده ايه؟ ده اسمه ستاب وند. عفوا، نتيجه ايه؟ الشارب بوينتد اوبجكت مثلا. بارك الله فيك يا فيصل. الفاير ارم ووندز ده باب لوحده، ده باب خاص كده لوحده كده عشان خاطر ايه يعني نقعد نمخمخ فيه براحتنا كده، وايه الكاركترز بتاعت الفاير ارم ووند واشمعنى هو ده فاير ارم. طب ان كان فاير ارم هو قلت ولا اكزت، يعني مدخل الفاير ارم ولا اكزت ليه؟ هل مضروب بانهي نوع سلاح؟ مضروب المسافه كانت شكلها ايه؟ طب هو انضرب والعيان صاحي ولا العيان كان ميت؟ قصه كبيره قوي هنتكلم فيها كفاير ارم ووند. في نوع اسمه فابريكيتد ووند، فابريكيتد من اسمه جرح مفبرك او جرح مفبركه، انا اتخانقت معاك كده حضرتك وبهدلتك ونيلتك الدنيا خالص وبعدين هنروح نعمل محضر لو انت في القسم او للشرطه، فبالتالي انا اقوم جاي معور نفسي كده شويه حاجات. طب ما اجي اعور نفسي، هخبط نفسي في القلب ولا اخبط نفسي في البطن؟ لا طبعا هجيب موس كده ولا حاجه واقعد اشرح في دراعتي ومش عارف ايه وكلام فاضي كده عشان يبقى ايه، ما انا مش هضر نفسي قوي تمام. ده اسمه فابريكيتد ايه، حاجه مفبركه كده، هنعرف الكاركتر بتاعته ان شاء الله دلوقتي. في حاجه اسمها ديفنس ووند، يعني دي جروح نتيجه الدفاع عن النفس. يعني ايه؟ انا دلوقتي جيت حضرتك
مثال هنقوله كده، وقمت جايب سكينه واخبطك بيها في رقبتك، فانت غصب عنك طبيعي الطبيعي هتقوم رافع ايديك لفوق. نحاول نشغل الفيديو كده يمكن يعني. بص انت جيت اخبطك في رقبتك هتعمل ايدك كده حضرتك، فما عملت ايدك كده هون، فما عملت ايدك كده السكينه اللي انا بخبطك فيها هتعورك في ايديك، هتعورك في ايديك. او مثلا قمت انت انا جاي اخبطك بالسكينه قمت انت ماسكها بايدك كده، اما ماسكها كده السكينه انا هقوم شاددها فهتعمل لك جروح في الايه، في الايد، ده اسمه ديفنس وند. او مثلا جيت حضرتك اخبطك في الاجزاء التناسليه بتاعتك، فانت غصب عنك هتقوم حاط ضم رجليك لجوه، الخبطات هتيجي على الاوتر سايد اوف ذا ساي، دي اسمها ايه، ديفنس وند، جروح نتيجه ان انا بدافع عن نفسي، بحمي حاجه اكتر من حاجه، بحمي الاعضاء المهمه اكتر من الايه، الاعضاء اللي مش مهمه زي الايد والرجل والحاجات اللي زي كده. ده هقول يعني كده، وممكن نشوف صور للكلام ده دلوقتي ان شاء الله. طيب نبدا بقى كده اول حاجه من الكلاسيفيكيشنز دي دكتور اللي هي، لو اتفضل. سمحت، وش معنى confused؟ اللي هو رجل انا كنت يو كنت يوزد يعني رضي، جرح رضي، هي كلمه كونفيوجن الاول يعني ايه؟ يعني كدمه، ماشي؟ كدمه يعني ممتاز. ايه؟ يعني انا جيت خبطتك بايدي في دراعك كده مثلا، عملت لك كدمه، ما قطعتش السكين، ما قطعتش السكين بتاع ايدك هنا ولا حاجه، ما قطعتوش، لكن ايه؟ عملت كدمه، عملت البلاد فيز، الدم اللي جوه البلاد فيز طلع بره البلاد فيز، وبالتالي انتشر وعمل الكدمه تحت الجلد، تحت الجلد. طب لو الكدمه كانت شديده او الحاجه اللي انا بخبطك بيها كانت شديده، هتقطع السكن وبرضه هتاثر على السبكوتينيوس تيشو، يبقى انت كده قطعت السكن وعملت ايه، سبكوتينيوس تيشو، يبقى ده اسمه جرح رضي او جرح متهتك باللغه الثانيه. تمام، يعطيك العافية. زي ما قلت كده الحجر خبطت بيه، الحجر مظبوط كده، ماشي يا فيصل، مظبوط امر يا فيصل. دكتور. طيب لاسيريشن، الصوت مثلا بيقطع قلت لاسيريشن، يعني، وش معناه؟ ايوه، ما هي دي، ما هي لاسيريشن، هو ده متهتك، ماشي؟ ما هو كلمه لاسيريشن يعني جرح متهتك. نلغي الصوره علشان الصوت بيقطع، فيصل بيقول. ماشي يا شباب. طيب واضح كده يا شباب، في اي سؤال هنا؟ والابريشن اللي يكون سطحي على الابيديرمس تقريبا بس. بالظبط، تمام. هنقول لهم دلوقتي كلهم، بس احنا كنا بنعرفهم بالعربي كده عشان نفهم القصه ازاي يعني، ماشي؟ احنا هنقول دلوقتي كل واحد، وكل واحد صفاته ايه، وكل واحد بادئ ازاي ومنتهي ازاي وكل حاجه، تمام؟ الصوره دي خدش، ما ايوه، ما احنا حاجات اخدوش، اللي هو ايه، اللي هو الابريشن. ادي خد، ادي هنا ادي الابيديرمس، وادي الديرمس، وادي السبكوتينيوس تيشو، وادي الديب فاشيا، وادي المصل، ده السكين بتاعنا. فلو احنا خدنا الحته اللي فوق بس بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ابريجن. لا، ده السكين سليم حضرتك اهو، لكن البلاد فيزل، البلاد طلع من البلاد فيزلز، عمل لي الايه؟ عمل التجمع الدموي دون، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بروسيس. طب لو انا قمت جاي خابط بحاجه كبيره قوي ما قلت لكم كده، عمل لي ايه؟ عمل لي لاسيريشن. جيت حضرتك هنا مثلا بسكينه عملت انسايز او ستاب ايه، او ستاب وند، ده يعني صوره توضيحيه كده لانواع الجروح اللي هنتكلم عليها دلوقتي واحد واحد ان شاء الله. الابريجنز، الخدوش او السحاجات، عباره عن ايه بقى؟ لسه قايلين من شويه، ديستراكشن اوف سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، يا اما برف، هتسبب قصدي ب رف بلانت اوبجكت، رف وبلانت اوبجكت، مثلا زي ما لسه بنقول من شويه، انا بلعب كوره وقمت متزحلق على الايه، على النجيله او على الرصيف او كده، فعملت لي خدوش. واحد عربيه خبطته، ما العربيه خبطته جرجرته، ماشي كده. واحد بيعتدي على واحده قامت مخربشاه، دي ادي يعني، هو انت كده ايه، هنقول الانواع دلوقتي، بس احنا بنقول ايه الامثله كده يعني. وارد جدا 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 ان واحد مثلا الرادياتير بتاع العربيه او مقدمه العربيه او عجله العربيه تعلم على المكان اللي هي داست عليه، لو واحد دسته عربيه تعلم على المكان، يبقى ده اسمه امبرنتد ابريجن هنقول دلوقتي. طيب الجمله دايما بحب اقولها على طول، مع ان الابريجنز ار اوف نو امبورتنس فروم سيرجيكال بوينت اوف فيو، لكن مهمه جدا 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 فروم ميديكال امبورتنت
وفيو موديكولينال بينت وفيو، لكن انها ممكن تكون هي الحل الوحيد او المفتاح الوحيد لميني كرايمز اور اي اور اكسيدنت. الانواع زي ما انتم شايفين يا شباب، سلايدنج ريجنز اهي، واحد اتجرى على الارض ماشي كده، اتجرى على الارض. طب الواحد اللي اتجرى على الارض ده يا شباب، انا موتته وبعدين قمت جريته على الارض فظهرت الحاجات دي، ولا الحاجات دي كانت قبل الموت؟ برضو الكلام ده هنعرفه دلوقتي، بنحاول نفتح ايه، نفتح مدارك بعض كده. دراجنج زي ما قلت لكم برضو، ده واحد اتزحلق برضو، ادي ايده، ايده حد خبطه او حد او وقع كلام من ده فايده اتسحجت على الارض. تمام، في حاجه اسمها تمام ماشي يا محمد يا حرب، طب بتعرف تلعب كويس ولا ايه بقى؟ عايزين نشوف كده ملعب كده نلعب فيه. بالتوفيق يا باشا. بريشر ابريشن، بريشر ابريشن بنسميها ابريشن، بنسميها روب مارك، روب مارك. الروب مارك ده شباب من اسمه كده، روب يعني 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 حبل، يعني حاجه زي كده، مارك يعني علامه. ده راجل مخنوق عشان نبقى فاهمين، المخنوق اهو علامه الروب باينه خالص على اهو، ده ابريشن ماشي كده. السكين سليم ولا مش سليم؟ السكين سليم. ما حد جه ناحيته؟ لا ما حدش جه ناحيته، لكن ايه حصل ايه؟ في ابريشنز موجوده هون، وطبعا لو فتحنا جوه هنلاقي السبكوتينيا ستيشو فيها مشاكل، فدي هتلاقي فيها ابريشن وهتلاقي فيها كونتيوجن زي ما هنقول كمان شويه. يبقى دي التايبس اوف ابريشن يا شباب. اول حاجه نوع مهم قوي اسمه سلايدنج ابريشنز، انا اللي مشيت ايدي على عليك، انا اللي جبت الحجر ومشيته على ايدك كده، او عملتك بضوافري او كذا. تمام، ماشي. لا انت اللي انسحبت على الايه، على الارض. بريشر ابريشن زي ما قلت لك كده، ايه يا اما عن طريق مثلا ادي الحبل هون، او زي ما قلت لك عجله العربيه داست على رجلي فعلمت على رجلي، ده اهو ده بريشر ابريش، ده بريشر ايه، ده بريشر ابريش. طيب احنا لسه بنقول ان الابريشن ده حاجه كده ملهاش لازمه، لكن بالنسبه لنا احنا لهاليجا الامبورتنت مهم، امبورتنس مهمه قوي. اول حاجه يا شباب انها بتدي information about the accusative instrument، زي لسه شايفين في الشريحه اللي قبلها الراجل اللي اتشرق ده، الحبل باين. تمام، الحبل مش موجود لكن علامته باينه. هنبص برضه يا شباب نلاقي مثلا ممكن عند بعض الناس اللي بيلبس حزام لفتره طويله هتلاقيه باين على، باين على 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 وسطه. ممكن الستات اللي بيلبسوا حامل صدر ومش عارف ايه والكلام ده، ممكن الكلام ده يبقى باين على الايه، على الصدر. بتقول لي الكيوزاتيف انسترومنت عن طريق الشكل بتاعه، زي ما اتفقنا الضوافر بيبقى شكلها ايه، زي ما اتفقنا العربيه يبقى شكلها ايه، الرادياتير هيبقى معلم على المكان ده اهو. يبقى بتديني فكره مهمه قوي قوي عن الكيوزاتيف انسترومنت. بتدي انفورميشن على التايب اوف ذا كرايم، يعني ايه؟ يعني انا لو جيتها لقيتها، لقيت الابريشنز والكونتيوجنز دي على البق كده، يبقى ده واحد كان بيخنق واحد ماشي. لو جيت لقيتها على الرقبه يبقى برضه واحد كان بيخنقه، بس كان ايه، بيخنقه من رقبته، او واحد كان بيعتدي على واحده. لو انا لقيتها على البريست بتاعت انثى جايه تدعي ان حد كان بيغتصبها او يعتدي عليها، يبقى برضه ده دليل، يبقى التايب اوف ذا كرايم. هتقول لي ايه نوع الجريمه اللي كانت ايه، اللي كانت ايه موجوده، هيديني كلام مهم قوي. زي ما قلنا it may be the only sign or evidence of struggle and resistance في حالات الرقاب والمردر والقتل والكلام ده. it help to identify the assailant مثلا وهو بيمسكها كسرت له ضفر مثلا وبالتالي حصل فيه مشكله مثلا وهو بيحاول يعتدي عليها عضها وكان عنده سنه زي بتاعه حمد المرغني بتاع مصر لو انتم عارفينه، سنه مش موجوده فهنلاقي عدد السنان موجود على المكان اللي هو كان بيحاول يعضها منه. تمام، ولكن السنه اللي مش موجوده ملهاش مكان، هتقول لنا كلام مهم قوي. Give an idea about the direction of injury and the position of the assailant. طبعا بقى في الاول جامده وبعدين تبقى ايه، بعد كده تبقى تبدا تخف. يبقى دي من ضمن الحاجات ليه الابريشنز مهمه لينا، بتدينا انفورميشنز على الحاجات دي كلها. لسه نكمل، الابريشنز من الحاجات المهمه قوي. بتقول لي التايم باس سينس انفليكشن اوف ابريشنز اند اكزامينشن، يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي هي جات لك حد اعتدى عليها، حد كان بيحاول يغتصبها وجايه لك بابريشنز وكونتيوجن، فانت حضرتك هتقول لها الكلام ده حصل امتى؟ هتقول لك من 3 ايام. طب من 3 ايام يا ترى الجرح اللي حضرتك شايفه قدامك دلوقتي، الابريشنز او الخدش ده او
تمام بتاع 3 ايام ولا مش بتاع 3 ايام، لسه حاصل النهارده، جت قالت لك ده لسه من نص ساعه. طبعا في علامات هنقولها دلوقتي، بنعرف الكلام ده عن حاجه اسمها الايدج اوف ابريجن، عمر هذا الجرح، هنقولهم دلوقتي ان شاء الله. الابريجنز دي يا جماعه مهمه جدا جدا في تفرقه شويه حاجات من بعضها. اول حاجه بتفرق الكات فروم كونتيوز ووند، بتفرق الكات ووند الجرح القطعي من الجرح الردي او الجرح المتهتك. يعني انا داخل اعمل عمليه قيصريه لوحده، فبعمل بالمشرط بيبقى فيه كات ووند، مفيش ابريجنز حوالين الووند ده ولا فيه؟ لا مفيش طبعا، واحد ذبح واحده بسكينه، مفيش كونتيوجن، مفيش بتاع دون، مفيش ابريجنز موجوده في هذا المكان، تمام؟ الا طبعا لو في حاجات ثانيه. الكونتيوز ووند طبعا بيبقى حواليه ايه؟ ابريجنز وكونتيوجن بيبقى موجوده والكلام. هنقول برضو الكلام ده بالتفصيل. بتفرق ما بين الهايبوستيزس والبروسز. الهايبوستيزس يعني ايه يا جماعه؟ في حاجه اسمها الزرقه الرميه، ربنا يديكم الصحه وطول العمر. الواحد فينا افتر ديث، لو انا مت وبعدين فضلت مثلا كنت قاعد على المكتب زمان قاعد كده وبعدين قمت جاي ايه ميت دلوقتي، بعد ساعه بعد اثنين بعد ثلاثه هيبدا الدم خلاص ما بقاش فيه الدوره الدمويه مش شغاله، والجرافيتي هتاخد الدم وتقوم منزلاه على الايه، بما ان قاعد على المكتب قاعد على الكرسي دلوقتي هتنزله على اللور ايه، على اللور هاف اوف ايه اوف ذا بودي، وتبدا الدم ده يتجمع ويعمل اللون اللي هو احمر مزرق كده اللي هو دم اللي هو ما بعد الوفاه. الله، طب ده الدم اللي اتجمع ده يا جماعه زرقه رميه ولا انا قبل ما اموت كان حد خابطني في المكان ده هو وبالتالي كان فيه بروسز؟ ايوه، يصير اللون ازرق محمر كده او ازرق بيبقى بلوش كده، تمام؟ يعني المقصود ان احنا عن طريق الهايبوستيزس، طبعا الهايبوستيزس ما بيبقاش معاها ابريجنز ولا ايه؟ ما بيبقاش معاها، انما البروسز اللي هي كلمه بروسز يعني ايه زي ما قلنا؟ يعني اللي هي الكدمات، ممكن وارد جدا 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 ان انا الاقي ايه؟ معاها ابريجن. برضه نقول بالتفصيل دلوقتي. بنفرق ما بين الانلت والاكزيت اوف فاير ارم. الطلقه وهي داخله كده ما هي برضه بتاثر على السكين شويه. بتأثر على السكين شويه، ليه؟ لانها طبعا في جايه بسرعه معينه وجايه فيها نار وجايه فيها مش عارف ايه، وبالتالي بتبدا ايه تعمل لي ايه، تعمل لي ابريجنز وكونتيوجنز حوالين القلت، لكن الاكزيت غالبا مش بيبقى معاه ايه، مش بيبقى معاه ابريجن كونتيوجن. بنفرق ما بين الانتي مورتم والبوست مورتم. انتي مورتم يعني ايه؟ قبل الوفاه، وبوست مورتم يعني ايه؟ بعد الوفاه. الابريج الجرح اللي حصل ده هو يا ترى كان حاصل قبل الوفاه ولا مش حاصل بعد الوفاه؟ غالبا الجرح اللي هو بيبقى قبل الوفاه ممكن نتيجه خناقه او مش عارف ايه والكلام ده، بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه ابريجنز. لا، ده اللي انا اقصده هنا في رقم 10 دي يا شباب، مش هي مع الجرح. لا، يا ترى الابريجنز والكونتيوجن اللي حصل ده حصل قبل الوفاه ولا بعد الوفاه؟ يعني انا بتخانق مع واحد وقمت عملت له ابريجنز وكونتيوجن، تمام، وبعدين موته، ولا انا موتته الاول وبعدين بعد ما موتته في الاوضه هنا قمت ايه؟ قمت واخده وشده وسحبه وماشي بيه جريته على الرصيف، فلما جريته على الرصيف حصل له ايه؟ ابريجنز وكونتيوجن. الكلام ده حصل قبل الوفاه ولا بعد الوفاه؟ هنعرف دلوقتي. تمام؟ يبقى دي شفتوا الابريجنز يا شباب؟ مع انها حاجه في منتهى الهيافه لكن فيها كلام كتير جدا ومهمه جدا ولازم تبقى انتوا عارفينها. اول حاجه لازم نفرق ما بين الانتي مورتم والبوست مورتم ابريشنز بكلمه واحده يا شباب، اللي هي بنسميها ايه؟ الانفلاماتوري سيلز او انفلاماتوري رياكشنز. انفلاماتوري رياكشنز هنقول يعني ايه؟ طبعا الانتي مورتم ابريشن بتبقى فيه هايبريميا طبعا طبيعي، لان الجسم اشتغل وبدا يحصل هيلنج بروسيس ومش عارف ايه بتاعت الباثولوجي، والماكروفاج تيجي وتشيل وما اعرفش اللي هتيجي تبني الاسئله الجديده تيجي ومش عارف ايه، فالمهم ان في ايه؟ في هايبريميا. لكن البوست مورتم ما بتبقاش معاها هايبريميا. طب في ممكن تلاقي اكسترافازيشن، يعني ممكن تلاقيها معاها بروسيس، سهل جدا في لسه الراجل عايش فممكن تلاقي معاها، لكن هنا غالبا ما بيبقاش موجود في بوست مورتم. في سيبسيز طبعا ممكن تكون موجوده او مش موجوده، لان احنا لسه بنقول ايه؟ الراجل ده اشتغل، يعني الهيلينج بروسيس ممكن تبقى موجوده ومش موجوده، لكن هنا طبعا ايه؟ ما فيش حاجه من الحاجات دي موجوده. لو انا جبت الميكروسكوب وبصيت هنا حضرتك هتبص تلاقي في انفلاماتوري سيلز وفايبرين بدا يتجمع بقى عشان يعمل هيلينج بروسيس والكلام ده، هتلاقي هنا هو، لكن مش هتلاقي في البوست ايه؟ في البوست مورتم. ماشي يا شباب؟
ده ببساطه وبسهوله معلومات غايه في 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 البساطه والاهميه المسؤول من حضرتك على الابريج. نخش في رقم 2 اللي هي الكونتيوجنز. كونتيوجنز من اسمها كدمات، اكسترافازيشنز خروج، فاز يعني بلاد فيزلز. ايوه يا سيف. دكتور، في بعض المرات تيجي كدمات بدون سبب، بدون ضربه ولا رضه، ايش سببها هذه؟ دي بقى هنقولها كمان شويه، دي بتبقى بلاد ديزيزز مثلا، ماشي؟ ممكن يعني من غير ضرب ومن غير اي حاجه خالص ممكن تبقى اول حاجه طبعا بلاد ديزيز. تاني حاجه ممكن تكون على فكره في سايكولوجيكال، في حاجه انتوا خدتوا البربرا والهيموفيليا والحاجات دي يا جماعه في الفسيولوجي مثلا؟ ايه صحيح دكتور، ايوه خدناها دكتور. ممكن تكون امراض زي كده، وممكن تكون حاله نفسيه، ممكن على فكره ودي ما بنقولهاش حاله نفسيه وبنسكت، لا ممكن اكون انا مضطرب ومهزوز ومش عارف ايه، عندي امتحانات او مش عارف ايه، او الجو بتاعي مش عايزه تقابلني، او مش كلام من ده، ابص الاقي التوتر النفسي ده يعمل اكسترافيزيشن لشويه بلاد فيزلز كده، لشويه ريد بلاد سيلز بره البلاد. طبعا هم ما بيبقاش بلاد فيزل كبير، هي بتبقى بس مجرد حاجه كده خفيفه كده تقوم مفرقعه، فلما بتفرقع يخرج شويه الدم منها يبقوا تحت الجلد حضرتك تشوفه بقى زي ما انت بتقول كده. تمام؟ تمام، يعني مش كله نتيجه الايه؟ نتيجه التروما. ايه شكرا دكتور، شكرا. طيب الكونتيوجنز زي ما بنقول كده اكسترا فيزيشنز اوف ذا بلاد، المفروض زي ما اتفقنا ان البلاد ماشي جوه البلاد فيزلز، طب خرج بره البلاد فيزلز بقى اسمه اكسترا ايه؟ اكسترا فيزيشن. انتو اكسترافيزيشنز اوف ذا بلاد انتو ذا تيشوز ديو تو رابشر اوف بلاد فيزلز باي ابليكيشن اوف بلانت فورس. مهم قوي الكلمه دي يا جماعه، بلانت فورس. تمام، ذيس ار ديو تو اكيوميليشن اوف ذا بلاد اندر ابارنتلي نورمال سكين اور انترنال اورجان ديو تو دامج اوف ذا تيشو سبيشالي بلاد فيزلز، نتيجه الايه؟ البلانت اوبجكت زي مثلا صخره، زي خبطه، بكلام من ده، وده المنظر اللي بنشوفه، وكلنا اتعورنا واحنا بنلعب كوره، وكلنا اتعورنا واحنا بنجري، والكلام ده كله بالمنظر اللي شايفينه ده. تمام؟ تمام. طبعا الاسباب لسه قايلين من شويه صغيرين حالا، ابلكيشن اوف بلانت فورس زي مثلا بلو ويز فيست او ستيك، جبت عصايه مثلا وقمت ضرب حضرتك بيها العصايه طبعا، او صوت، او خبطتك بكرسي، او مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات دي. طبعا العصايه او الصوت يا شباب هنبص نلاقي كده عامله زي التايم لايك، يعني ايه؟ المكان اللي نزلت فيه العصايه بالظبط ده هو بتعمل كومبريشن للبلاد فيزز في المكان ده، تمام؟ لكن حواليها البلاد فيزز بترقع، وبالتالي تديني الايه؟ المنظر اللي انتم عارفينه. او مثلا كومبريشن، مثلا انا قمت ضغط صوابعي جامد قوي، فايه بيبقى سبب من اسباب حدوث الكونتيوجن. زي ما احنا شايفين الصوره هي طبيعي خالص، ادي انا قمت خبط حضرتك اهو، اما خبطت دي ايدي، دي ايدي، وادي وادي دراعك مثلا، مثلا البلاد فيزلز موجوده هي هنا نتيجه الخبطه، ام البلاد سيلز خرجت بره البلاد فيزلز وبقت تحت الجلد وعملت المنظر اللي احنا شايفينه ده. ده ببساطه يعني كده. طيب هو كل واحد يتخبط وكل واحد يقع وكل واحد مش عارف ايه يحصل له بروسز؟ ماشي. طيب هل كل استجابه الجسم زي بعضها؟ لا طبعا. يعني ايه؟ يعني في فاكتورز موديفاينج ذا ديجري اوف بروسينج. اول حاجه التايب اوف تيشو، يعني انا مثلا خبطتك في صدرك ولا خبطتك في بطنك ولا خبطتك فين؟ تمام. تاني حاجه الايدج يفرق، يفرق العيل الصغير غير الراجل الكبير غير الراجل الشاب. السكس الميل ولا الفيميل يظهر الكونتيوجن عندها اكتر. الكالر اوف ذا سكين، واحد اسمراني وانا خبطته وحصل له كونتيوجن بس مش هيبان، هو موجود لكن حضرتك مش شايفه، ماشي. بعض الديزيزز زي لسه قايلين من شويه صغيرين كده، هيموفيليا او بيربرا، الراجل ده بيتلكك بيتلكك هو اصلا كده كده بينزل تحت الجلد لوحده من غير اي حاجه خالص، انا جيت حضرتك قمت خبطته كمان زودت الايه؟ الموضوع. تمام. الجرافيتي يعني ايه؟ يعني انا جيت قمت خابط حضرتك في صدرك من فوق حصل كونتيوجن، هتفضل مكانها؟ لا، هتتحرك نتيجه تحت شويه نتيجه الايه؟ نتيجه الجرافيتي. خبطتك في فوق في اول بطنك كده نتيجه الجرافيتي هتنزل. خبطتك في دي بنشوفها كتير بقى في لعيبه الكوره، خبطته في السمانه من ورا كده اهون، تمام. انا
على ما يلعب الماتش ويكمل، على ما يروح يلاقي الايه، يلاقي الكونتيوجن بدات تظهر فين؟ تحت عند كعب رجله، مع انه مخبوط فوق. الجرافيتي خدت شويه الدم دول وايه ونزلت بيهم. هل حصل ديس يعني نتيجه اي سبب تاني وكان معانا كونتيوجن، ولا ما حصلش ديس؟ يبقى لو حصل ديس بسرعه هتلاقي الكونتيوجن هتقف، هتبقى مكانها محدود. سيفيرتي اوف ذا بلو طبعا على حسب ان انا خبطت جامد ولا ما خبطتش جامد، دي كلها فاكتورز افكتنج. يعني انا دلوقتي ممكن اقول ايه فاكتورز، سؤال يعني ممكن اقول فاكتورز موديفاينج ديجري اوف اكستنت اوف بروزنج، واقوم كاتب لك كذا حاجه من دول، واقوم حاطط لك ايه اي حاجه ثانيه، واقول اكسبت ولا حاجه مثلا. تمام، يبقى ايه، نبقى احنا نخلي بالنا في عوامل تؤثر وعوامل لا تؤثر، يبقى دي من الحاجات الايه، من الحاجات المهمه. لها اهميه الميديكال امبورتنس دي؟ طبعا. اول حاجه الشيب اوف بروسيس جيف انفورميشن اباوت ذا كيوزاتيف اوبجكت، زي ما اتفقنا انا خبطتك بطوبه او بزلطه هتترسم، جيت حضرتك خبطتك بعصايا هتترسم على جسمك، بصوت هيترسم على جسمك، زي ما قلت لك عربيه داست على رجل حد مش عارف ايه هيترسم لنفس الحاجه دي. تمام، طيب لكن دي يبقى هتديني الشيب، هتديني الشيب، لكن السايز او الاكستنت بتاع البروسيس ما هوش ريليتد قوي للسايز بتاع الاوبجكت، ما هوش مكانها قوي، لان اتفقنا في فاكتورز افكتنج لسه الشريحه اللي فاتت على طول. السايت اوف ذا بروسيس برضو زي ما الابريجن هناك اداني فكره عن مكان حدوث، وداني فكره عن التايب اوف ذا كرايم، برضو نفس الكلام هيديني فكره عن التايب اوف ايه، التايب اوف ذا كرايم هنا برضو. تمام، الايج اوف ذا بروسيس طبعا هل هو عن طريق المنظر بتاعه اقدر اقول ان انت مخبوط النهارده، لا امبارح، لا ثلاث ايام. تمام، الاول اللون بيبقى احمر وبعدين بيبقى ازرق وبعدين بيبقى اخضر وبعدين بيبقى اصفر. ما تشغلوش دماغك، لان حتى بعض الناس قاعده تقول ايه الكلام ده مش معتمد قوي، هم قالوا مش عارف الهيموجلوبين، وبعدين الهيموجلوبين بقى كان اوكسي هيموجلوبين الاول، وبعدين بقى كربوكسي هيموجلوبين، فبالتالي ايه ازرق، وبعدين بقى بيليفردين فبالتالي اخضر، وبعدين بقى بيلروبين فبالتالي اصفر. تمام، الكلام ده بياخد من ايه؟ قالوا كل حاجه بتاخد من 3 ل 5 ايام. طب ما هو 3 ل 5 ايام يعني يا 3 يا 5، يعني اذا القصه فيها مشاكل ما بين الناس مختلفين فيها، وبالتالي احنا ما بنحبش نركز معاكم قوي فيها عشان خاطر ايه، ما هياش مهمه قوي. تمام، تمام. طبعا الايدج اوف ذا بروسيس ده المفروض، في اكسبشنز للكلام ده، دي بروسيس طبعا حاجه، في بروسيس حصلت جوه في الكبد انت شايفه ولا انت شايفه، تمام، انت شايفه حضرتك، وبالتالي ممكن ايه انت ما تقدرش تحكم بالطريقه دي عليه انه احمر وازرق واصفر، ودي الحاجات من الحاجات اللي بتقول ان احنا مش هنعرف نحكم على الكلام ده. طيب لا، في حاجه اسمها سب كونجكتيفال هيموريدج او سب كونجكتيفال بروسيس، اللي هي مثلا انا ماشي في الشارع والنوسه جت في عيني، او حته ترابه او مش عارف ايه، او انا اتخبطت في عيني وانا بلعب كوره فعملت فيه كده ايه سب كونجكتيفال هيموريدج. لما تاخدوا رمض ان شاء الله هتعرفوا ان السب كونجكتيفال هيموريدج دي حاجه ملهاش لازمه خالص، وبتبدا حمراء وبتناتها قاعده اسبوع 10 ايام 15 يوم وبتختفي وهي حمراء، يعني ما بيحصل لهاش التغير بتاع الايه، بتاع الحاجات اللي احنا متعودين عليها. بتبدا مثلا تبقى مثلا 3 مللي وهي حمراء، وبعدين تبقى 2 مللي ونص وهي حمراء، وبعدين مللي ونص وهي حمراء، وبعدين نص مللي وهي حمراء، وبعدين تختفي وهي حمراء. ليه؟ نتيجه احنا اتفقنا ان التغيرات دي كلها بتحصل نتيجه ايه، كان اوكسي هيموجلوبين وبعدين بقى كربوكسي هيموجلوبين وبعدين مش عارف بقى ايه. لا، هنا التغذيه كويسه جدا هنا، وبما ان هي سوبرفيشال فبالتالي الاكسجين هيفضل موجود جامد هنا على طول، وبالتالي الهيموجلوبين اللي موجود ده هيبقى كله ايه، اوكسي هيموجلوبين. فدي من ضمن الحاجات عشان لما تشوفوها تعرفوا ان هي مش هتاخد الاطوار اللي هي المفروض بياخدها الايه، الكونتيوجنز الايه العاديه. هل الكونتيوجنز دون هل هو تروماتيك ولا باثولوجيكال؟ الدكتور اللي كان بيسال ليه انا ممكن ما اتخبطتش، ممكن ما فيش تروما حصلت، لكن كان في باثولوجي، انا عندي باثولوجي موجود، وبلاش لا تروماتيك ولا باثولوجيكال، ممكن يكون سايكولوجيكال. هل هي حصلت قبل الوفاه ولا بعد الوفاه؟ برضه نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلنا هناك، هيبقى معاها سويلنج وهيبقى معاها كلر تشينجز، يعني في هيلينج حصلت. تمام كده، وهتلاقي فيه كلوتنج، يعني في هيلينج حصل.
يبقى انتي مورتم بروسز بتبقى معاها سويلينج، لكن اللي بعد الوفاه خلاص ما انت ما عندكش فايتال رياكشنز حاص بتحصل، هو انت هو 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 انت موتته، وبعد ما موتته جاي حضرتك بت ايه بتخبطه بقى ومش عارف ايه عشان ايه عشان تنفي الجريمه الاساسيه. بما ان الراجل ده خلاص ما بقاش عنده فايتال رياكشنز حصلت، ولا بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس هتيجي، ولا ماكروفاج هتيجي، ولا مش عارف ايه هتيجي، فمش هيحصل الايه السويلينج ده ولا الكلام ده. تمام. طيب ممكن تبقى اني سايز طبعا، لكن طبعا بعد الوفاه غالبا بتبقى صغيره. الكالر تشينجز لو الراجل عاش بعديها بتبقى موجوده، لكن في البوست مورتم ما بتبقاش موجوده. في بلاد كلوتنج طبعا، هنا هنا يا اما ما فيش خالص كلوتنج، يا اما بيبقى ايه يا اما بيبقى بسيط. طيب نفرق ما بين البروسيس والهايبوستيزيس، ماشي. ودي حاجه من الحاجات المهمه قوي 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 يا شباب، ماشي. لازم تبقى انتوا يعني الفرق ده عارفينه. زي ما قلت لكم ممكن واحد يموت واحد وينيمه بطريقه معينه بحيث ان هو ايه يعمله شكله ان هو هايبوستيز عادي وهو اصلا كان ايه كان بروسيس. البروسيس يا شباب معاها سويلنج زي ما اتفقنا، لكن الهايبوستيز مش معاها سويلنج. البروسيس بتحصل في اي مكان في البودي عادي، لكن هنا بتحصل في الهايبوستيز بتحصل في الديبندنت بارت. زي ما قلت لكم انا قاعد دلوقتي، الهايبوستيز بتاعي هيحصل فين؟ هيحصل في الرجلين من تحت. طب انا كنت نايم، طب انا كنت نايم، يبقى الهايبوستيز هيحصل فين؟ نقول كده هيحصل فين؟ حد يعرف يقول؟ لو انا نايم على ظهري في الظهر يا دكتور، على الظهر. ايوه تمام، اللي هي في الظهر، بس نخلي بالنا فين في الظهر برضو. الاماكن اللي لمسه السرير مش هيحصل فيها هايبوستيز، لانها ايه؟ كومبريسد اصلا، الهايبوستيز اللي فيها بيحصل لها كومبريشن. ولا ايه يعني من عند كتافي كده مش هيحصل، من عند الباطن كده مش هتلاقي، لكن هتلاقي في اللور بارت اوف ذا ايه اوف ذا في الظهر كده. تمام. ولو انا نايم ومدد رجليا كده زي ما قلنا، تمام، هلاقي عند عضله السمانه من تحت كده هلاقي البروسيس، لكن مش هتبقى عند الكعاب، لان الكعاب مالها نايم على السرير. تمام. يبقى احنا فاهمين. طب لو واحد غرقان يا شباب، لو واحد غرقان ميت غرقان، الهايبوستيز بتاعه هيحصل فين؟ سنترال اوف ذا بادي، داخل يعني بالنص. نفكر كده، الواحد لو ميت وهو غرقان، غرقان ومات فضل في الميه، البوزيشن بتاعه ازاي؟ البوزيشن بتاعه ازاي بعد ما الواحد بيموت وغرقان؟ ممكن من الظهر من ورا. نجاوب على السؤال الاولاني اللي هو ايه؟ واحد غرقان، البوزيشن بتاع البودي بتاعه ازاي بعد ما مات في الميه؟ بيصير فلوتنج على بطنه يعني. ما هو فلوق على بطنه، بس انا بتكلم الرجل اعلى ولا الراس اعلى؟ الراس. الراس اعلى. الراس ايه؟ اعلى. لا يا راجل، الراس اتقل من الرجلين، الراس اتقل من الرجلين، صح؟ عندك الاور بارت اور سيل ذا بودي ده تقيل جدا يا شباب، وبالتالي الغرقان هبص تلاقيه مميل شويه من ناحيه راسه وناحيه الارض نتيجه الجرافيتي، وبالتالي الهايبوستيز هتحصل فين؟ في الشيست، الابر شيست، وفي الايه؟ وفي النيك، وفي الايه؟ وفي الهيد، صح؟ تمام. يبقى احنا لازم احنا ايه حاجه برضو ايه لما نيجي ناخد الدث لازم تبقى انتوا ايه اي حاجه بتيجي بنحاول نفتح الدنيا معانا كده. زي ما اتفقنا فيها كلر تشينجز البروسيس لو العيان عاش بعدها، هنا مفيش كلر تشينجز خلاص. كانت بلانشد باي بريشر، صح؟ كانت بلانشد باي بريشر. يعني انا دلوقتي عورتك وبعدين موتتك، تمام. لو انا جيت ادوس بقى على البروسيس دي عشان امشيها مش هتمشي، لان هي اصلا حصلت قبل الوفاه. طيب لكن الهايبوستيزيس يا شباب، لو انا العيان دون او الميت ده مثلا، انا قمت جاي في مكان الهايبوستيزيس وقمت ايه قمت داخل بصوابعي كده، هبص الاقي صوابعي بيتعلم هنا في المكان دون نتيجه البريشر، هتمشي البلد الار بي سيز دي هتمشي من المكان ده اهو، وبالتالي ده هتبان. هنقول الكلام، بس طبعا الكلام ده معمول بحساب. ليه؟ لان بعد 12 ساعه تقريبا من حدوث الوفاه الهايبوستيز بتبقى ايه سبتت، ما بتتغيرش من مكان. هنقول الكلام ده يعني نيجي ان شاء الله نكتب. طيب لما انا جيت دلوقتي الراجل ده مثلا لو البروسيس بتاعته دي حصلت قبل الوفاه، لو انا قمت فاتح السكين كده بسكينه او بمشرط او باي حاجه هلاقي فيه كلوتنج، لكن هنا هتلاقي ايه كلوتنج، هتلاقي البلاد بيبقى فلويد. هنا لو جيت اغسل بحنفيه بما ان هي كلوتنج، بميه الحنفيه اقصد، ان هي كلوتنج مش هيحصل لها واش اوف، لكن هنا طبعا بما ان هو دم وخلاص كده
نتيجة حصل بعد الوفاة إيه هيبقى إيه هيسيب التشو إيه بتبقى كلي. بس أقل من 12 ساعة صحيح دكتور؟ أيوة بالضبط تمام تمام كده أنت معايا تمام برافو عليك. طيب إحنا كلمنا عن حاجتين اتنين دلوقتي يا شباب صح؟ عن الريجنز وعن الكونتيوشن. طيب ثالث ووند من انواع الووند اللي هي كميديكو ليجل اللي هو اسمه الايه القط ووند الجرح القطعي. الجرح القطعي هو زي ما الصوره اللي قدامنا دلوقتي واضحه خالص اهي انا قمت جايب موس وقمت ماشيه على الجلد كده الا يعني قبل ما نقلب على اي حاجه كده يعني اذا لا علاقه بين حجم هذا الجرح والآلة المسببة صح؟ الموس حتة صغيرة كده موس كده ملوش لازمة وأنا كنت جايب دراعك من فوق لتحت تمام؟ يبقى لا علاقة بين حجم خلي بالك أنا قلت حجم الجرح ما قلتش صفات تانية يبقى لا علاقة بين حجم الجرح وإيه؟ والآلة المسببة. طيب نعرف في الكات وند these are wounds which produced by drawing the edge of sharp instrument along the surface of إيه؟ of the skin زي ما احنا شايفين في الصوره كده. ليه كاركترز مهمه قوي 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 لازم عارفينها يا شباب مهمه قوي. اول حاجه ان هو longer than deep هو صح يبقى طويل اكتر من ان هو عميق لانه لو عميق هيبقى اسمه ايه؟ ها؟ stab هيبقى اسمه معلش هيبقى اسمه ايه ثاني قول؟ stab هيبقى اسمه stab برافو عليك تمام الله ينور عليك يا باشا. طيب الايدج بتبقى شارب وريجولر يعني قاطع بسكينه قاطع بمشرط قاطع بموس بيبقى طب الايدج بتاعته بتبقى ايه شارب وريجولر صح. الانجل بتاعته بتبقى عامله ازاي اكيوت اكيد. طب لو في هير في المنطقه دي هيبقى ايه هيبقى شاربلي كات ات ذا ايدج صح انت قاطع بموس. مفيش بريدجنج للتيشوز اكروس ذا ايدج ان انت قاطع خالص تمام. لو في بليدنج في بلاد فيزلز بتاخد معانا هتبقى البليدنج سيفير وفي اكسترنال بليدنج. مفيش ابريجنز مفيش كونتيوجنز على الايدجز لما انت بتفحصها بايه بالهاند لينس بالعدسه تمام. الايدجز ار يوجوالي جابنج هتلاقي كل ايدج راحه في ناحيه كل ايدج انت قطعت وكل ايدج حصل لها انكماش وراحت ناحيه وبالتالي تلاقي الجرح فاتح بقه كده زي ما بيقولوا يعني ايه شوف الجرح قد ايه فاتح بقه كل ايدج راح في ناحيه وسايب الجرح ايه سايب الجرح مفتوح. لكن لو الجرح ده انا خبطتك بطوبه جامده قوي فيه هتلاقي الجرح قريب من بعضه وهتلاقي فيه بريدجنج للتشو. عارفين يعني ايه بريدجنج للتشو؟ يعني التشوز واصله ببعضها كده حته من هنا مع حته من هنا مش عارف ايه كلام من ده لان القطع ما هوش ايه ما هوش شارب ما هوش كلين ما هوش جامد يعني. الوند طبعا زي جرح اي عمليه هيلد باي فيرست انتنشن بيبقى خفيف وكويس وظريف وما حصلوش كومبليكيشنز ولا اي حاجه خالص ده اللي هو الايه الكات ووند طالما جرح نظيف بيهيلد بفيرست ايه فيرست انتنشن. برضه نفس الكلام هل هو الجرح ده حصل قبل الوفاه ولا بعد الوفاه؟ نفس الكلام يا جماعه الفايتال رياكشنز هي القصه في كده الجسم استجاب ازاي؟ الجسم استجاب لهذا الووند ازاي؟ لو الجسم استجاب كويس يبقى انا كنت عايش ساعه ما حصل لي لا ما استجابش يبقى انت ايه؟ يبقى الراجل ده مات ساعه الايه ساعه حدوث هذا الايه هذا الجرح. الايدجز ار جاب الجاب بتاعتها بتبقى وايد معاها هيموريدج كتير هتلاقي في كلوت طبعا هتلاقي الايدج بتبقى سولوين في ايفيدنس اوف هيلينج او سيبسز هتلاقي في انفلتريشن للبوليمورف نيوكليير ليكوسايت وهتلاقي فيه الفايبرين على عكس في البوست مورتم بعد الوفاه مش هتلاقي الحاجات دي خالص تمام تمام. الاستاب يا جماعه من اخطر الحاجات اللي بتحصل واحد بسكينه يقوم جاي خابط واحد في بطنه تمام وسايبه ماشي ويجي لحضرتك الاستقبال في المستشفى ده خطورته بقى ده اللي انا اقصده جاي لك المستشفى فانت تبص تلاقي جرح ايه يعني 2 سم 2 سم ونص يا راجل بلاش ايه انت جاي لي بيه ده تمام وحضرتك تقوم جاي واخده غرزتين وخيط يا عم خيط 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 وبعد ما يخيط يروح العيان وبعد العيان ما يروح يجي لك ب 12 ساعة بعد 12 ساعة اقصد في شوك الله ايه اللي حصل يا شباب ده يا باشا حضرتك ما كلفتش خاطرك
ودخلت ترمومتر، كنا زمان بنعملها، بتجيب مثلا آلة كده يعني ترمومتر او حاجة او آلة مقفولة، وتحاول تدخلها بالراحة كده جوه جرح ده، هل هي تدخل؟ لو دخلت لا يبقى كده السكة سالكة يا عم، اصلا الراجل ده اتضرب بحاجة مشكلة، تمام كده. طبعا دلوقتي ما بقيناش نعمل الكلام ده، بقينا نعمل سونار على طول، بقينا نعمل الترا ساوند ونشوف الجرح ده داخل لجوه ولا لا، طب هل في تجمع دموي ولا مفيش، طب مش عارف ايه، طب الجرح ده خد الليفر معاه ولا خد السبلين ولا القصص دي كلها، تمام. فاحنا مش عايزين نستهتر بالمنضي اللي يجي لك الاستقبال بسنتي ونص ولا 2 سنتي ومش عارف ايه وتقول لك يعني لا. فدي دي مقدمه كنا لازم نقولها. These are wounds which are caused by thrusting sharp pointed instrument into the depth of the body، زي ما قلنا كده، زي ما قلنا بالظبط كده. الكاركتر بتاعته طبعا هي قريبه خالص 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 من بتاعه الكات ووند، ما عدا انها deeper than wide، صح؟ بيبقى أكتر عمقا من العرض بتاعه. غالبا فاكرين أول كلمة قلتها هناك في الكات ووند، إن هو لا علاقة بين طول هذا الجرح والآلة المسببة، لا هنا العكس. الوايدس أوف ذا ووند بيبقى قريب قوي للبريتس بتاعة الانسترومنت، بيبقى يعني السكينة كانت 4 سنتي بتلاقيه 3 سنتي ونص أو 3 سنتي وثلاث أرباع، مش عارف إيه كده. الايدج بتاعته برضو بتبقى كلين قط، يعني شارب انسترومنت. طبعا لو السكينه بتاعه المطبخ دي بتلاقيه شارب من ناحيه والناحيه الثانيه كانجل، اللي انا اقصده كانجل، الانجل بتاعته بتلاقيها شارب من ناحيه السكينه القاطعه، ومن الناحيه الثانيه بتلاقيها ايه اوبتيوز شويه كده، لان ما بتبقاش مقطوعه يعني، تمام. لكن الايدج بتبقى كليني قط وزود سراوندنج ابريشنز. الشيب بتاع الووند ده طبعا هذا ريليشن تو ذا شيب اوف انسترومنت، هل هي سكينه، هل هي مقص، هل هي سيخ حديد، هل هي مش عارف ايه، كل الحاجات دي ايه من ضمن الحكايه. طيب الووند اللي بعد كده اسمه لاسيريتد او كونتيوزد ووند، ده جرح متهتك، جرح متهتك. واحد مثلا كان راكب اتوبيس او راكب عربيه وبعدين جه ينزل منها وهي ماشيه، فبالتالي وقع على الرصيف فخبط في الرصيف، الخبطة كانت جامدة ففتحت السكين. المفروض الخبطة لو بسيطة مش هتفتح السكين وهتعمل كونتيوجنز، بس لا، الخبطة كانت جامدة شوية يا شباب وبالتالي السكين رخرت فتح. فهو عبارة عن irregular splitting of the skin accompanied by subcutaneous extravasation of the blood، بيسبب عن زي ما اتفقنا impact of heavy blunt، heavy وبلانت، ما هي لو بلانت بس هتعمل كونتيوجن صح، انما تبقى هيفي وبلانت، ولو هيفي بس اقصد يعني لو بلانت تعمل ايه، تعمل كونتيوجن، فلازم تبقى هيفي عشان تعمل ايه الكونتيوز دون، ولو هي مش بلانت مش هتعمل كونتيوز، هتعمل ايه، هتعمل لاسيريد، هتعمل كات ووند او ايه، او هتعمل ستاب ووند على حسب الحاله المستخدمه فيه. الكونتيوز دون برضو الكاركتر بتاعته مهمه قوي، الايدج بتاعته بتبقى ايريجولار، بتبقى سراوند بابريجنز وكونتيوجن، الهير بيبقى مش شارب لي كاتس هناك زي ما شفناه بالعدسه هناك، لا بيبقى كراشد، بيبقى ايه معمول كده، بيبقى كراشد يعني ايه؟ كراشد يعني يا شباب حد يقولها بالعربي كده؟ يعني متحطم. يعني فاهم، انا جبت الشعره دي وما بين حجرين قمت خبطتها كده، فبالتالي هي اتحطمت، ما هياش شارب لي كات، تمام. في زي ما اتفقنا مخبوط بطوبه، ماشي تمام يا فيصل. مش مخبوط بطوبه زي ما قلنا، انت مخبوط مش مخبوط بسكينه ومخبوط بطوبه، ففي بريدجنج للتيشوز اكروس ذا اي ايدج. في طبعا البلاد فيزلز اللي موجوده هنا مش ما حصلهاش شاربلي كاتنج، لكن بتبقى ايه كراشنج زي ما حصل للهير حصل للبلاد فيزلز، فهتلاقي الاكسترنال ليدنج ما هياش جامده قوي. نخلي بالنا يا جماعه برضو في حته نسيت اقول لكم عليها في الكونتيوجن. الكونتيوجن هو جرح بره السكين كويس ماشي، لكن مثلا ودي حاله انا شفتها احكي لكم عليها الحكايه، لا عشان نتعلم. راجل فلاح وكان جارنا في القاهره، ف تعال عشان فلان كان بيأكل أعزكم الله البهائم بتاعه، وهو بيأكلها العجل خبطه بدماغ العجل يعني في بطن الراجل ده،
ماشي. وبعدين رحنا في المستشفى وكشفنا وقالوا لنا لا ده كويس ويروح ومش عارف ايه. فالمهم انا دخلت على الراجل اشوف كان جارنا وكده. طيب الراجل ده اولا الليفل اوف كونشسنس بتاعه ما كانش مظبوط، انا ما ارتحتش لشكل الراجل مبدئيا كده تمام. فبقوا بكلمه ما ردش عليا كويس مش عارف ايه. فالجماعه بيقولوا ايه اصل هو بيتوجع وخد علاج كتير ده الكلام الايه بتاع الريلاتيفز يعني. فالمهم طيب ماشي، انا بدات اشوف الراجل لقيت الضغط بتاعي نازل في الارض خالص، البلس بتاعه ويك خالص وعنده تاكي كارديا رهيب تمام. المهم بحط ايد بطن الراجل فحسيت بضلنس رهيب، وانا بفحص الراجل البطن مش طبيعيه خالص والبطن مشدوده على الاخر تمام كده. الله في ايه يا شباب، في ايه الموضوع؟ المهم ايه، قلت لهم لا يا شباب يا جماعه الراجل ده في نزيف في بطنه، الراجل ده في نزيف في بطنه. ما هو هي اولا الخبطه ما هياش بحاجه شارب وبالتالي قطعت بلاد فيزلز عشان يقوم خارج قدامك والعيان يبان قدامك في خلال ساعه ان هو يبدا يموت او كلام من تمام. لا ده هو اللي حصل ان 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 حصل في تهتك، حصل في الليفر تهتك خفيف وبالتالي العيان ده بدا ينز دم، ينز حاجات بسيطه كده، اوز بلاد على مر يعني ساعه كان فقد 3 4 لتر وهو بطنه والكلام ده. فطبعا حولنا الراجل ده للمستشفى وللاسف اتعمل فتح بطنه واتنض، اتعمل خياطه للليفر ومش عارف ايه، بس هو الله يرحمه مات في الموال ده. في هذه الحاله الدكتور اللي شافه وزميلنا اللي شافه في المستشفى او هنا يعذر بهذا الجهل؟ انا رايي انه لا يعذر تمام كده. فلازم احنا فاهمين زي ما قلت لكم من شويه، ما يجي لك جرح 2.5 سم ما تقولش لا اعمل ده حاجه بسيطه ويروح وكلام من ده، لا لازم تخلي بالكم يا شباب تمام. وبرده تاني نقول هو مش الراجل مات وخلاص انتهينا، لا ما حضرتك ده ضيعت اسره كده، الراجل ده كان عيال وام وزوجه ومش عارف ايه والقصص دي كلها، لازم نخلي بالنا. دي حته بس كنت عايز اقول عليها في الكونتيوجن. طيب نكمل كلامنا، احنا كنا بنتكلم على الكونتيوزد ووند ان في بريدجنج للتيشو لان ما حصلش فري بليدنج، ما حصلش ما قطعتش انت بآله حاده، وبالتالي برضو البلاد فيزلز مش هتنقطع، وبالتالي مش هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه كراشنج للبلاد فيزلز، فمش هيبقى فيه نزيف جامد في مثل هذه الحاله. هنلاقي في فورين بودي في هذا الجرح؟ اه سهل جدا. انا قمت جايب حته ازازه، يعني مثلا انا وقعت على ازازه واتكسرت، وقعت على ازازه واتكسرت وعورتني، ممكن نلاقي ايه شويه ايه ازاز. ممكن انا اتزحلقت وقعت ومش عارف ايه، الاقي حته من الحجاره اللي وقعت اللي انا وقعت عليها. لو انا وقعت في جنينه ولا حاجه الاقي ايه شويه حشيش نباتات يعني موجوده، الاقي اي حاجه من الحاجات اللي موجوده. طبعا الجرح ده سهل جدا 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 انه يحصل له سيبسز. ليه يحصل له سيبسز يا شباب؟ لانه جرح مش نظيف اساسا، بياخد لونجر تايم تو هيل، وبيهيل بسكندري ايه انتنشن، ممكن يسيب سكار او حاجه زي كده علامه اللي هي الندبات يعني، لان ايه؟ لان مش ما هوش جرح بقى نظيفه. ده الفرق ما بين الكات ووند يا شباب في الشريحه دي، الفرق ما بين الكات ووند و الكونتيوز بوند. احفظوا الجدول ده مهم قوي قوي قوي، طبعا هو بيلخص اللي فات كله عن طريق الديفينيشن وايه الاله المسببه، الايدج فيها ايه، الانجلز فيها ايه، التيشوز فيه بريدجنج ولا ما فيش، والكلام كله هو نفس اللي احنا قلناه في الشريحتين ثلاثه اللي فاتوا. لما تحفظ الجدول ده هتلاقي نفسك ايه حفظت الاثنين مع بعض. نخش على اللي بعده يا شباب كده، اللي هو الديفنس انجري. زي ما قلت لكم حاجه انا بدافع بيها عن نفسي، او انا بدافع عن نفسي، جرح حصل يعني مثلا زي ما قلت لكم كده، يبقى ذيس ار انجريز سستيند باي ذا فيكتيم تو ديفاين هيم سيلف، ديفند هيم سيلف. انا بدافع عن ايه؟ ديفند ماي بدافع عن نفسي عن ماي سيلف، وبالتالي هذا الجرح حصل. زي مثلا في حالات البنشنج والكيكنج، واحد بيخبط واحد برجليه زي ما قلت لكم، واحد بيضربه بيدوس عليه جامد مش عارف ايه كلام من ده، هتلاقي فيه ابريجنز وكونتيوجنز على الاوتر سايز اوف ذا فور ارم، على الباك اوف ذا هاند والفينجر ممكن تبقى بروكن. ليه؟ لان انا اصلا عايز احمي نفسي واحمي رقبتي واحمي راسي واحمي القلب والحاجات دي كلها. في حالات الكيك هتلاقي الديفند بروسس دي ممكن تبقى على الاوتر سايد اوف ذا سايد از ا فيكتيم تراي تو بروتكت ذا جينيتال ريجون. ده الديفنس ايه؟ ديفنس وون. زي ما قلت لكم برضو انا جاي اضربك بسكينه، فانت هتقوم ماسك السكينه حضرتك،
لما تيجي تمسك السكينه انا هسيبك تمسكها، هقوم شاددها انا مره واحده كده، اما شدها هتعمل ايه الكات ووند اللي انتوا شايفينها دي، تمام كده. وبرده هنا ادي برده هنا علامه اهي ان اتاكس باي نايف، انا زي ما قلت لك انا هضرب السكينه، البليد مي بي جريب باي ذا فيكتيم، انا همسك عشان ما يضربنيش، وبالتالي الكات ووند ممكن تحصل على الاكروس فليكسورز اوف ذا ايه فينجر اند ان ذا بالم. ماشي يا شباب. فابريكيتد ووند، فابريكيتد ووند، ووند مفبرك، انا بقى بفبركه، ده عباره من اول ما نقول مفبرك يبقى لازم تقول لي سيمبل، ما انا مش معقول اخبط نفسي في بطني عشان افبرك ووند، تمام. يبقى اول حاجه يكون سيمبل، جرح بسيط هيخف فيه اقل من 20 يوم ومش هيسيب مضاعفات، تمام كده. طيب يا اما يبقى سيلف انفليكتد او فابريكيتد، اما انا اعمله لنفسي او اجيب واحد زي حضرتك كده اقول لك ايه تيجي ايه شرحني شويه بموس كده، ولا اعمل لي بحاجه بمشرط، ولا مش عارف ايه والحاجات دي اون ايه اون ذا بودي. ايه سببه؟ ان انا ادعي ان حصل خناقه اول حاجه، تاني حاجه ان انا اقول ان انا دخلت في جريمه وبالتالي ان الجريمه دي اصلا حصلت لي، او ان انا موتت الراجل ده قصدي بسبب ان انا كنت بدافع عن نفسي، هو الراجل دخل عليا كان هيموتني، والدليل اهو ان انا متعور في ايديا لانه كان ماسك سكينه وهيموتني بها، تمام. فانا ان انا بدعي ان انا قتلت الراجل ده لانه كان جاي يدعي كان جاي يقتلني وبالتالي كنت بدافع عن نفسي، او مثلا ان انا اقول ده البوليس مش عارف اتعذبت في السجن وعملوا لي مشاكل ومش عارف ايه وكانوا بيبهدلوني، ان انا ادعي حاجات زي كده، او ان بعض المساجين يا اخوانا يعملوها عشان خاطر انهم ايه يسيبوا السجن ويروحوا يقعدوا في الايه في المستشفى، او حاجات بيعملوها بعض الناس عشان يهربوا من الخدمه العسكريه، او مثلا ان انا اعملها عشان ايه اخد شهاده مرضيه ما اخشش الامتحان مثلا، او ان انا اخدها عشان ما اروحش الشغل او مش عارف ايه او كلام من ده، او ان انا اخد تعويض معين له فول ايه كومبنسيشن. دي كلها اغراض للوند اللي هو بيبقى ايه بيبقى فابريكيتد. طبعا لسه نقول الكاركترز بتاعته، ايه الكاركترز بتاعته يا شباب؟ بيبقى سوبرفيشال يعني ما هوش دينجرس، بيبقى وزن ريتش اوف ذا هاند اند ان سيف سايد، طبعا هو لازم يكون في سيف سايد، لكن حته ريتش اوف ذا هاند دي لو انا اللي بعمله لنفسي، طب لو هو حد بيعمله لي، لو حد بيعمله لي ممكن يبقى في ظهري ممكن يبقى مش عارف ايه، مش لازم قوي حته ريتش اوف ذا هاند دي، لكن لو انا اللي بعمله لنفسي لازم يبقى في ايه وزن ريتش اوف ذا هاند. انفليكتد لو انا لابس هدوم ما باجي اعور نفسي، غالبا اللي بيحصل ان هو بيقوم قلع الهدوم وبعدين يعور نفسه وبعدين يقطع الهدوم، فمش هتلاقي الجروح اللي على او التقطيع اللي على الهدوم مناسب او كورسبوند للتيرز بتاعت الايه بتاعت البودي، ماشي كده. طبعا بيبقى سوبرفيشال وملتبل وبتبقى بارل الكاتس الخفيفه كده يعني، دي عشان تبقى ايه يعني حاجه تثبت الموضوع بس. الايدج بتاعه ممكن ما هواش كورليت مع لانه ممكن لو العيان ده او ما هوش عارف حته الايدجنج بتاعت الوند، وانه في الاول بيبقى مش عارف محمر وبعدين يبقى ايه وبعدين يبقى ايه، ممكن مثلا يبقى عاملها اول امبارح ويقول لك انت اعملها وقت تقول له يقول لك امبارح وهكذا. طبعا دي كلها ايه خصائص من خصائص الفابريكيتد وند. اخر حته هقول لكم عليها النهارده بما ان احنا بنتكلم في حاله وند، بنتكلم في حاله وند، انت كدكتور احنا طبعا اتفقنا ان احنا الدفعه 30 مش عارف الجامعه يعني كام جامعه في السعوديه، يبقى المجموع هيطلع كام من المجموع ده كله من ال 300 400 دكتور اللي هيتخرجوا، ممكن واحد بس اللي يتخرج طبيب شرعي، لكن الباقي هيتعلموا هيقعدوا في المستشفى. طيب اللي هيقعد في المستشفى ده هم دول الدكاتره اللي انا اقصد بيهم وظيفه او ديوتي واجب الطبيب في حالات الوند، تمام. لازم خلي بال حضرتك انت اولا تعالج هذا العيان، ثاني حاجه ما تضيعش حق العيان. اول حاجه انفولف اكزامينيشن اوف ذا وند بيرسون، يعني بتعمل الديوتي بتاعك عن طريق التريتمنت، وبتعمل حاجه اسمها ميديكو ليجال ريبورت، تمام. لازم تسجل فيه الاتي: اول حاجه الديت والبليت اوف اكزامينيشن، النيم اوف ذا فيكتيم انكلودنج فازرز نيم، طبعا لازم تكتب التقرير كويس، الايدج بتاعه، السكس، الاوكيوبيشن، الادرس، كل الحاجات اللي هي المعلومه دي. الكونسنت فور اكزامينيشن، والله هو طالما جالي المستشفى يبقى ده كونسنت، خلي بالك طالما جالي المستشفى ده بيعتبر ايه يعتبر كونسنت، واكيد الدكتور حاتم اتكلم معاكم في كونسنت يا شباب مش كده؟
هلا يا دكتور بالضبط. صحيح يا دكتور. اتكلم معاه وفي الكونسنت وفاء انتوا اكيد يعني فاهمينه كويس قوي. الكونسنت ده يفضل انه يكون مكتوب ويكون لو مثلا اكتر فوق 12 سنه، لو اقل من 12 سنه يبقى الريلاتيفز اللي موجودين معاه او البيرنتس هم اللي يعملوا الكونسنت. طيب مين اللي محوله لك؟ البوليس حضرتك ولا هو جاي لوحده ولا جاي مع زمايله ولا جاي مع ابوه وامه ومش عارف ايه والكلام ده كله. الهيستوري بتاخد كويس قوي الهيستوري عند تعرف الكيس وتعرف ايه الكايند اوف ايه والكايند اوف ويبون اللي مستخدم. انجريز لازم توصفها كويس قوي 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 حضرتك تمام. وتكتب كده هنت لنفسك كده علامات ايه على ما تشوف العيان، فلازم تكتب الحاجات دي. والله لو انت حضرتك صورت يبقى كويس، او زمان يعني الناس بتحب الرسم والكلام ده ممكن تعمل الرسم ترسم مكان الجرح والكلام ده. طبعا بتاخد الميجرمنت، الطول كان 3 سم لا 4 سم لا مش عارف ايه الكلام ده كله. لازم تخلي بال حضرتك لازم تفحص البودي كله، لازم تفحص البودي كله. يعني هو جاي مخبوط في صدره ماشي، انت ما تركزش على حته الصدر بس وخلاص، لا ما ممكن يكون في خبطه مش باينه زي بتاعه لمؤاخذه تاني العجل اللي خبط الراجل في بطنه وما هيش باينه خالص ولا اي حاجه خالص والراجل مات فيها تمام. ممكن يبقى فيه ايه، ممكن يبقى فيه هيدن انجريز اندر كلوزز او مش باينه او اي حاجه من الكلام ماشي. الانفستيجيشنز اللي اتعملت سواء كانت انفستيجيشنز عملت اكس راي مثلا، عملت اي حاجه الهيدن انجري عشان تبينها، او عملت دراج سكرينج، عملت للراجل ده دراج سكرينج عشان تشوف هل هو مثلا واخد اي ادويه او كذا او كذا، ترامادول مش عارف ايه قصص، واخد الكحول، الحاجات اللي انتم كلكم عارفينها دي ماشي يا شباب. احنا لغايه كده انا شايف نتوقف لغايه هنا النهارده ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنكمل هنخش في حاجه اسمها كومبليكيشنز اوف وون، ودي حاجات المهمه قوي 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 برضه لازم احنا فاهمينها. وبالتوفيق ان شاء الله. في اي حد له سؤال يتفضل. يعطيك العافيه يا دكتور ما قصرت. الموضوع سهل يا شباب، يعني معلش برضه احنا اخوات، لازم تقولوا لي يعني في لا انا بجري شويه، لا انا ماشي بطيء، لا انا برغي كتير، يعني فهموني عشان برضه انا ارد عليكم. انا مش عارف ضربك الأمثلة هي دكتور يوضح لنا الكثير يا دكتور، ما قصرت يعني تشبيهك بالأشياء هي اللي تساعدك. ده المقصود والله منها، ده المقصود انها تساعد مش اكتر تمام، بحيث ان احنا نبقى فاهمين القصه مش مجرد ان احنا بندش كلام وخلاص. واي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. تسلم يا دكتور. ماشي يا شباب، احنا كده حاضرين كلنا مش كده؟ صحيح. في ناس خرجت وكلام من ده، بس هم كانوا احنا كلنا كنا موجودين، انا متابع كده يعني كلنا موجودين. صحيح. مش كده يا شباب؟ صحيح. طب تمام. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. يلا في رعاية الله. مع السلامة. يا شباب في احد سمعني؟ يا دكتور
يا عيال يا هو يا شباب احد موجود؟ الو خلص لا ايش ايه خلصنا ان شاء الله حضر حضروا انا قاعد اسالك تحضير ما ادري والله لكن تحاول طب ليش طلعوا؟ حضر ولا ما حضر؟ انت حضرك؟ نادى سامي وش سوى؟ والله ما كنت حول العباد نهائيا. اهلين. شكلنا لقمنا. والله حضرت صراحة. خلص بسرعة صراحة، توقعت يطول يا ثلاثة. باقي طيب 68. باقي أكثر من 30 سلايد. أها وقف النص. إيه شكله؟ والله ما أدري وش صار الصراحة. يمكن يكمل بعدين أتوقع. طب نبي أحضر. بالتحضير يا الشباب. إيه تعال كابتن. هلال. إن شاء الله دراني إن شاء الله. نايمين الشباب ها يلا you